جو الجزائر لان فيها برشا مناطق تعجبني. انا الجزائر بحكم يعني عندي لافامي في تبسة هنا، نمشوا ديما لبرشا بلايص مزيانه ياسر في الجزائر. فما بلايص خير عندنا سياحه نحن في تونس ومناطق سياحيه صحيحه، اما عندكم برشا بلايص في الجزائر هنا خير نتفرهد فيها خير من تونس. وبحكم ديما نجي باستمرار لان الجزائر معاولة حسنة الحمد لله، تحس روحك في بلادك تونس يعني بلدنا الثاني هذا الجزائر. عسلامة، أنا مواطنة تونسية، كنت نعمل في دورة في تبسة وقيت قضيت ومروحة. إجراءات اللهم صلي على النبي فرحوا بينا وربي كثر منهم الناس، إن شاء الله ديما نزور الجامع الكبير متاعها والوحدة الإسلامية والآثار بلاد العربي ومحلاها، ان شاء الله ديما نزورها. الحمد لله تعجبني الجزائر ولاباس وزاد ثم معامله طيبه بيناتنا الحمد لله. يعني الجزائريين يحبونا ويحبوهم، دم واحد روح واحده. وصلت تبسة نمشي حتى قدام شويه نعملوا دوره نشوفوا البلاد، عندنا احباب نمشي بحذاهم نزوروهم ويزورونا، نقضوا حوايجاتهم تاع دار تاع شويه مشروبات شويه حوايجات للدار، فهمتني؟ نعمل حواسه ونرجع ونشوف الاحباب. هذا بينا نقدموا قدام شويه نشوفوا البلاد، نشوفوا وهران، نشوفوا قسنطينه، نشوفوا البلاد. زيارة صديق عندي اصحابي في الجزائر، كل مره هكا نجي نزورهم يفرحوا بي الحق في الجزائر. مرحبا بك في الجزائر. عايشك الله يخليك. عايشك الله يخليك. انت اكتظاظ اكثر الاقل، اما بقيه الاجراءات عاديه مساهله الحق، نصبر على بعضنا شويه في الاكتظاظ فقط، اما الباقي كل اجراء. ما زرتش الجزائر العاصمه، امنيتي نمشي نزور الجزائر العاصمه ان شاء الله في القريب العاجل، ونحب نجيب الفامي نتاعي زاد نزور الجزائر العاصمه. ديما نمشي ونجي على الحدود الجزائريه للسياحه، وتعجبنا ياسر الجزائر وحسن المعامله، حسن الضيافه، والجزائريه كل خيوتنا ومشكورين وبارك الله فيهم، يعاملوا فينا معناها معاملة طيبة وحسنة بحكم نحن اخوات، معناها سيريوزمون نشوفوا منهم كان في الحاجات الباهية. نروح لصطيف سنتين بجاية ديما نروح لها مدام وبلايص باهيين ومزيانين وفيها استقبال باهي وفيها شعب باهي ويحبونا ويعاملونا. تنفيذ لتعليمات المديرية العامة للجمارك وكذا المديرية الجهوية للجمارك بيت بسا، وفي إطار التحضير والاستعداد لنجاح الموسم الاصطيافي 2023، سخرت المديرية الجهوية للجمارك بيت بسا على مستوى مركز الحدود بوشبكة جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان تكفل أمثل بالمسافرين، سواء المسافرين المغادرين للتراب الوطني باتجاه التراب التونسي أو كذا فئة المسافرين الوافدين للتراب الجزائري الأجانب أو المغتربين. هذه الفئة خاصة لتحظى بتوصيات السلطة العليا لضمان تكفل الأمثل بهم، حيث سجلنا خلال شهر جويلية معالجة أكثر من 60,000 مسافر عند الدخول والخروج، وكذا معالجة أكثر من 24,000 مركبة عند الدخول والخروج.